طب خلينا بقي نتكلم عن مواصفات الجان احنا دلوقتي في 2024 عايزين نتكلم بقي عن مواصفات الجان دلوقتي في السينما المصريه عارفين ان هي اختلفت بس اكيد في حاجه فاضله من زمان موجوده معانا لحد دلوقتي لا والله يعني مش شايف إن بقى في حاجة فاضلة ما فيش <applause> لا لا خالص ما يعني ال ال القاعدة تم كسرها ول ولما كنا بنتكلم في الأول وبقول إن الممثلين بي هم اللي بي بيقدموا انعكاس للمجتمع ال 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 الوضع الحالي كمان إن بقى الممثلين هم اللي بيقودوا المجتمع بمعنى إن هم اللي ممكن تكون الموضة اللي بيلبسها مثلا في ال 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 اللبس اللي بيلبسه يعني بالاتفاق طبعا مع الستايلست اللي بيبقى موجود إن هو اللي بيعمل الموضة يعني هو اللي بقى بيقود المجتمع ان هو اللي المجتمع يبقى شبهه يعني ممكن نشوف ممثل نقول ايه ده ده مش موجود فبنلاقي بعد كده ان المجتمع بقى شبه ده بيبدا يقلده بيبدا يتاثر بيه ما كل دي حاجات تدل ان ده شخص جان الناس خدته قدوه بدات تتاثر بيه ده كان بيحصل في وقت من الاوقات بشكل اساسي عندنا عند بعض المطربين يعني م. مثلا على سبيل المثال عمرو دياب او بعض الممثلين في بعض المطربين في الوقت ده لما كانوا يلبسوا حاجه في كليب او مثلا في على طول تلاقيها انتشرت انتشار رهيب لكن ده ما يحصل في في السينما لان كان لبس الممثلين كان لبس تقليدي مشابه للمجتمع جدا لكن اللي حصل بقى بعد كده لا ان بقت القصه لو تسمح إن انا مش مش شاب فقير مثلا وعنده قدره ان انا هقلده في لبسه وهقلده في قصه شعره وهقلده في تفاصيل اه بالظبط الممثل بمجرد ما يلاقي قصه ما فيها فيها مساحه ان هو ممكن يقدم فيها شكل مختلف م. فبيروح مقدم فيها هو اللي هو اللي بيقود المجتمع للذوق والشعر زي ما حضرتك قلتي لا ما بقاش ظني ان ما بقاش في قواعد دلوقتي حتى كمان فكره ان ابطال ممكن يكونوا في سن صغير احنا يعني بقينا بنشوف دلوقتي ابطال مثلا ممكن يكونوا في سن ال20 بيقدموا دور بطوله ده ما كانش بيحصل قبل كده فلا اختلف في الموضوع تمام تماما يعني 180 درجه اي شخص قادر ان هو يقدم دور الجان المهم ان المجتمع او الجمهور يتقبل ده تقبل ده فهو هياخد الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه والخطوه الرابعه خلينا بقى نسيب فكرة الجان في السينما المصرية من زمان ولحد دلوقتي ونتكلم عن حاجة جميلة صراحة هو الكتاب اللي انت عامله وهو كتاب عن الفنان الراحل سمير غانم آه كلمني أكثر عن الكتاب والفكرة جت ازاي ومحتوى الكتاب طيب يعني هو الكتاب عشان يعني اكون منه هو كان بالاساس يعني فكره دار النشر اللي عرضته عليا انا كنت في الوقت ده صحيح بدور على فكره ما اشتغل عليها لكن ما كانش في ذهني بنسبه 100% الفنان سمير غانم لكن يعني كان من حسن حظي لان انا يعني غصت بقى في عالم سمير غانم الانساني بشكل كبير جدا لما قررت واتفقت مع دار النشر يعني اللي تولت طبع الكتاب يعني آه، الفكرة من الكتاب إن الكتاب يتناول يعني وصل قصص سمير غانم ببعضها من أول ما كان طفل لحد وفاته يعني الله يرحمه بكورونا فكانت ان انا كان هدفي ان انا اجمع كل القصص اللي اتحكت او هو حكاها بنفسه او كتبت عنه بحيث ان انا اقدر اوصل برامج في, في برامج في, اي حوار صحفي في في كده اه ان انا اوصل الخطوط دي ببعضها بحيث ان انا اعمل قصه الفنان سمير غانم وتكون بشكل اساسي بركز فيها على قصص الانسانيه يعني انا م. اهتميت بان انا القي ضوء على والده ووالدته وازاي كان بيته هو في الاساس لان الناس مثلا طول الوقت بتتكلم على اسره سمير غانم اللي م. هي الفنانه دنيا والفنانه ايمي والفنانه دلاله الله يرحمها الاسره دي لكن انا كنت حابب اشوف اسرته اللي هو نشأ فيها عشان يقدر يعمل الاسره دي م. وفكره ان هو كمان كان ظابط فكان شاغلني هو ازاي دخل كليه الشرطه وسابها معلومات ممكن جمهور كبير بيحب الفنان الراحل سمير غانم ما يعرفهاش اصلا طيب صحيح طب يعني هقول معلومه انا انا نفسي اكتشفتها وانا ب... وانا ب... يعني ب... بدور في الارشيف بتاع الفنان سمير غانم ان هو ممكن ما كانش جان على بما اننا بنتكلم عن الجانات يعني ان هو ما كانش جان على الشاشة وكان بيهتم بالكوميديا الا ان هو كان جان على الصحافة